هذا اليوم ذكرى انطلاقة الثورة، ندعو جميع المخلصين للعمل من أجل المحافظة على الثوابت التي انطلقت من أجلها الثورة الفلسطينية. لاجئا لن أبقى، ولن نبقى لاجئين، ولن نبقى لاجئين ما دمنا من أرض العروبة فلسطين. أخيرا مع العمل الشعبي أيام عالبال كروبياف محمد الشبلي. وبطل والسبع اللي حمانا هيو على عشب التراب الممددة. النشاط اليوم هو العرض الثاني اللي عم تقدمه فرقة الأطفال التابعة لمركز متد للتدريب والتنمية. العبارة هو عبارة عن عرض مسرحي للأستاذ زينات القدسية. النص بيحكي عن الفولكلور الفلسطيني وبيحكي عن الشهيد وبيحكي عن فكرة الثورة. اخترنا نحن بداية السنة الجديدة اللي هو يعتبر انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة اللي انطلقت ب 1965. حبينا كمان من خلال هذا العرض نعرج على موضوع الثورة السورية وعلى انجازات الثورة السورية اللي هي بتشبه الثورة الفلسطينية بكثير محطات من خلال المؤامرة اللي تعرضت للثورة السورية والثورة الفلسطينية. نتمنى يعني نقدر من خلال العرض لمدة تقريبا ساعة انه نوصل رسالتنا بما يجري بسوريا عموما بجنوب دمشق خاصة بهاي المرحلة القاسية اللي عم تمر فيها الثورة السورية من خلال الأطفال.